مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. على الساعة 8 تفتحوا على شاشتنا بتلاقوا برنامج اسمه حبل الكذب. أنا ومجموعة من أنغش شباب الأردن رح نلعب مع بعض بكل حلقة 5 ألعاب. أنا شخصياً راضي عن البرنامج، عاد أنتوا وذوقكم. هاتوا نحضر الحلقة الأولى وقيموا لي إياها. مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج حبل الكذب. هذا البرنامج هو عبارة عن أقوى برنامج إن شاء الله سيعرض. ثاني أقوى. عشاني ثاني أقوى. شو الأول؟ لا 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 لا. هلا شوفوا البرنامج صراحة فكرته غريبة جديدة مختلفة. حلو. وإحنا كنا شركاء بالنجاح، ما تفكروا إنه بس مذيع البرنامج هو اللي إله عدم المؤاخذة. عدم المؤاخذة. عدم المؤاخذة. بعد إذنك يعني. بعد إذنك. اليوم معاي ضيوف لذيذين مرشين. رح نكبر كلنا مع بعض. لا أنت هون مش. أنت ما تتحمل. وسام زرع قبلنا 300 سنة. أنا مش راح تكبر معنا. خليك زي ما أنت نجيك. الله. فكرت نسيته بالحلقة. اليوم بحلقة حبل الكذب معي ثلاثي أضواء المسرح. نبدأ مع عمر زوربا. عمو وسام. بركتنا. بركتنا. بركتنا الحج. البركة. أمجد حجازين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم جميعا. إن شاء الله يا رب حلقة بتكون موفقة. يا رب. وسنبدأ بأولى فقراتنا. أولى فقراتنا اسمها 5. إلا 5. في فقرة 5 إلا عنا 5 حقائق عن موضوع معين، ولكن في واحدة منهم غلط، وضيوفنا لازم يحددوا أي واحدة الغلط، واللي بغلط فيهم بتروح نقاطه إلي. شوفوا يا جماعة الخير، ضمن هذه الفقرة مشاهدينا الكرام طبعا أنا رح أعطيهم 5 حقائق عن الحمار. أوكي أوكي أوكي. أجلكم أوكي. الله أوكي. جميعا طبعا. أوكي حلو. 5 حقائق. كنا سكتنا تعرف. الباب الافتراضي يروح. وانا مش عارف او تأشر بيه. الحمار. 5 حقائق عن الحمار. الحمار. طيب بدكم تعرفوا لي حقيقة من هذه الحقائق مش حقيقة غلط. حلو فهمت عليك. عرفت علي شلون؟ المشكلة حمار الواحد بحذرش عليه. حمار بطلع منه كل شيء. ممكن تكون عند هذا صح عند هذا صح. بحذرش عليه. يلا بدنا نشوف. خصوصا إذا حماره شجاع. بطلع منه أي شيء. يلا يعني. فرجينا. يلا السؤال الأول بيقول أو الحقيقة الأولى بتقول الحمار مش حيوان طيب زي ما أنتم مفكرين. حبيب. طبعا. الحمار ما في أعند منه، وإذا ما بده يعمل إشي بتيس. صحيح. كلام مظبوط. صحيح. صح صح. عشان هيك بحطوا جزرة قدام وجهه. أحكي لك ليش. بس هاي بدي إياها بدي ميوزك درام عليها لأني كثير تعاملت مع حمير بحياتي. عن دين. أنا في 4-5 حمير في حياتي هيك. والله. أعند منهم ما في. الثانية اسم أنثى الحمار حمارة. لا طبعا. كي. وابنه لا. الصغير جحش. لا لا طبعا. لا 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 انا لا. بعرف ابنه جحش. كر الجحش. الجحش تزاوج بين الحصان والحمار. طب ممكن بس ما لا هلا بتشوف انت ابو هذاك البغل يا زلمه. يا زلمه كيف لخبط بين الجحش والبغل. صح صح. كيف لخبطت على اساس ايش يعني دكتور بيطر؟ يعني لازم لخبط. هو انا جوي مستغرب امجد بين الجحش والبغل. الله يسعدك. شكرا. طيب بقول لك اذا تزوجت انثى الحصان بحمار خلفه بغل. خاينه. لا شو لا مش خاينه بخلفه بغل. زوجوني ابن لعب. زوجوني. طيب لما يحكوا فلان حمار اجلكم الله ليوصفوه بالغباء هذا الحكي مش مظبوط. بس الحمار مش غبي. صحيح. الحمار هو من اذكى المخلوقات على وجه الارض. لا 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 مش من اذكى. الحمار صار مدير شركه. احنا بالغنا. احنا بالغنا باذكى على وجه الارض. بس لما تحط حمار على طريق بشق لك الطريق الصح مثلا. وهو بيختار الطريق. لا حط ارنب بشق الارض يعني عادي. لا لا اي شيء ارنب برجع لورا. لا لا ارنب برجع رجوع. ثلاث فلسفه. صح صح. يعيش الحمار بين 27 الى 40 سنه
وإذا كان مرتاح بعيشته بوصل عمره للخمسين. مرتاح بعيشته مش متجوز يعني؟ مش بحياته حمار. الغابة فيش فيها مشاكل. أصلاً مدام يتجوز قلبي حمار عطول يعني. ما عندوش بغل. ما عندوش بغل. تعامل مع حمير بس. طيب شو اللي صح من الغلط؟ أنتوا بتكون. أنا عندي واحد. طيب صح؟ اسمه أنت الحمار حمارة؟ لا لا أنا اثنين. اسم انثى الحمار. شو اسمها اذا مش حمارة؟ مش حمارة حاسة يعني مش عارف حاسة مزبطينة اكثر من هيك يعني مش رايحين هيك لا. مش حمارة يعني. وانا اتفق مع عمر بهذا الموضوع. بلالو حكيناها بالعربية حمارة حاسة مزبوطة. حمارة. لا لا. حمارة. مش عارف. لا لا. انا بقول اثنين. عمر بيقول اثنين. امجد شو بيقول؟ اثنين. يعني بتقولوا اسم انثى الحمار مش حمارة وابنه مش جحش. مستحيل لغة زي اللغة العربية في 80 مترادفة لنفس الإشي يسموا هذا حمارة هذا حمارة ويحطوا له بس تا مربوطة. ليش مثلاً؟ طيب لأنه ليش ما هسموا الأسد أسدة؟ النمر نمرة. نمرة ما هي النمر. مين نمرة؟ أنثى النمر شو اسمها؟ هاي نمرة سيارة. إيش نمرة يا بنت الحلال؟ مرت النمر؟ لا مرت النمر شو اسمها؟ سميرة. سميرة مرت النمر. مرت النمر لبؤة. لا لبؤة. هلا احكي أنت وسام لا تخليهم يشوتوني. اثنين طبعاً. إيه؟ لا لا مش اثنين استنى. أيوة غير. خمسة. انا خمسة بقول الحمار ما بيعيش بحسه بعيش يا اكتر يا اقل مش 27 لا مش 27 لا 40 هاتوا نشوف الاجابة الصحيحة هيو اثنين اوه روح يا زلمة روح يا زلمة حلينا بالله يا اخوي اسمع مش حلو انه كثير احنا فاهمين شو اسم انثى الحمار اسمها اتانا اتانا صحيح اتانا اسمها اتانا وعلى فكرة بدون بالتال مربوطة متأكدة الالف اظن اخرها أيوة اتانا أوكي. طيب بهيك بنشوف النتائج شو وضعها مع مشتركينا الكرام يا حبيبي وسام صفر نادية واحد عمر واحد وسام صفر امجد واحد هذه هي نتائج الفقرة الاولى ننتقل الى الفقرة الثانية بعنوان اللي قبلنا قالوا في فقرة اللي قبلنا قالوا رح يحكوا ضيوفنا ثلاث قصص لمثل مشهور ولكن قصة واحدة هي صحيحة ولازم أنا أعرف عند مين القصة صحيحة ولا بخسر وبفوزوا كلهم بهاي الفقرة شوفوا يا جماعة فقرة اللي قبلنا قالوا رح أعطيكم مثل هذا المثل فيه من وراء قصة كل واحد من المشتركين الكرام معه قصة واحدة منهم صحيحة وبنهم يحاولوا هم يغشوني ويخدعوني بس أنا صحيت لهم عشرة بلدي المثل لليوم هو شو متى عبارة عن ترررم صبوني. المثل هو ما هي كوسة مثل يستخدم للتعبير على الانحياز لطرف أو شخص ما دون الآخر من خلال واسطة أو تمييز أو نفوذ نبدأ مع أمجد حجازين ليه؟ إيش معنى أنا؟ يعني ما أنا حس بلش أنا؟ طب خليه بلش عمر يلا بلش كل بامية مين يبلش؟ كل بامية خلاص أنا ببلش أوكي يلا اول اشي بدي احكيك شغله انا الدنيا مثلا مسيك بالخير ليه مثلا مسيك بالخير انا اول اشي بسموني معجم الامثال هاي المقدمات بتقلل يعني من مصداقيتك ادخل على الموضوع طول معجم الامثال تعال يا معجم الامثال روح لا روح خلص يا معجم الامثال طبعا راح اجيب لاهل فطور الصبح ستي في القرن السابع عشر تقريبا في نص القرن السابع أوكي. عشر بفرنسا كانت ايامها غاده كثير العالم اغنياء اوكي كانوا يأكلوا الحلويات الغالية هاي كانت الحلويات تسبب السمنة مزبوط تسبب السمنة وكان الشوكولاتة يسكر يخبوه السمنة البلدية والمشبلدية ففي دكتور غاد اكتشف انه الكوسة بتخلي الواحد ما ينصحش مهما اكل شوكولاتة دي الكوسة بتخلي الواحد ما ينصح مهما أكل شوكولاتة يعني هي شوي لأنه أكلة الكوسة أكلة خفيفة نظيفة ما بتعمل السمنة طب شو دخلها بالشوكولاتة؟ لا هي كانت أنا خلينا لا أكمل لك يعني إنه يكبير يعني لا لا يكبير كل شوكولاتة عادي بس بما أنك أكلت كوسة حياتك سعيدة خلص هم هيك طيب أوكي ترجع لشهادته للزلمة طيب ماشي وين درس هسا عليها ديك الايام غلي سعر الكوسه لانه صاروا يطلبوه الاغنياء يقول لك يا عمي هذا بخفف الوزن بيعمل السمنه قصدك النسوان مش غلي النسوان بغض انا والله بالضبط مين ما بعرف بس انا بحكي اللي لي واللي علي 100% كما وصلتني طبعا. طيب غلي سعرها صاروا ما يلاقوش راحوا التجار سحبوا كل الكوسه من السواق عشان ايش يبيعوها للاغنياء اكثر فصاروا يروحوا المساكين على مصر الكوسه لا غالي
فكل إشي غالي صار زمان أو مميز أو هذا يقول كوسة. ما هي كوسة. أوكي. فانتقلت الجملة لعند المصريين صار يقولوا ما هي كوسة. وشكرا جزيلا عمي. المراجع والمصادر موجودة عندك تحت أسفل الفيديو وأنت حرة. أنا شاكك يعني. لا وأنا شاكة. أنت حرين. أنا شوفي شو بيأكل شوكولاته. القصة الحقيقية لهذا الموضوع بعصر المماليك لما كنت شاب. صار إلى حالي. عشان أتغذى بحالي. أيام تومان باي. بتغدى فيك ما بعرف إيش. المهم المماليك كانوا زمان المدن بيكون في حواجز عشان ما يدخلوا حدا بالليل. دائما يسكروها بالليل. أوكي. القوافل ييجوا مرات يضطروا ييجوا القوافل مثلا معهم بضائع وهيك يفوتوا المدينة ما يمنعوهم للصبح ليفتحوا البوابات إلا اللي معه كوسة. ليه؟ لأنه أيامها كان الكوسة لأنه جاي من سفرة خلص بيخرب. شحيح كان. لا بيخرب إذا ضل. فبقول لك إنه إيش كانوا يحكوا؟ كانوا يحكوا للبوابين إنه كوسة. كوسة بيفتحوا الباب. ادخل. دخلوا الكوسة بسكروا الباب. فمميز. فشو هاي؟ لا ما هي كوسة. ليش دخلت؟ ما هي كوسة. بس قصة ما لهاش أي 60 قشعر أبدا. يعني لا لا. يعني الكوسة بتخرب والخيار لا مثلا. بس مماليك. لا مماليك هاي ما بتحكيهاش إلا هي قصة. مماليك قديمة. إحنا عقلنا بيستوعب أشياء أحسن من هيك. معلش أنا أكبر منك. ما في منه. أعلم منك بسنة. أكثر خبرة. نشوف أمجد. تفضل أستاذ أمجد. الموضوع فعليا مصري بس مش أي مماليك. أوكي. وما انتقلش من فرنسا. هو ومش بعيد كثير. بالثلاثينات والأربعينات كان الملك فاروق هو حاكم مصر والسودان وكان في ماليسا. الدنيا بخير. العب يا كبير. حلو حجي. ماليسا كوسارينا. اوكي. هاي مغنية نمساوية. ماليسا ايش؟ كوسارينا مشان هيك كوسا. كوسارينا. كانت هي مغنية نمساوية وكان معروف عن الملك فاروق تعدد علاقاته النسائية وكانت هي مفضلة بالنسبة له وكان يدلعها كوسة. فزوجة الملك فاروق في يوم من الأيام قالت لرئيس الحرس بالقصر ما تدخلها. طبعا فعلا نفذ الأوامر وما دخلها. لما عرف الملك فاروق زعل كثير وحبس الزلمة اللي هو رئيس الحرس إنه ما دخلوها لأنه ما دخل الكوسة وعارف إنه رايح للملك. فصارت ما هي كوسة دليل على تمييز الملك فاروق لكوسة عن باقي. بس أنا لا ما ليش ما يتمون عمل يحبس مرته أيامها؟ ليش راح يحبس الزلمة؟ بدك الملك مصر يحبس مرته عشان لا بدي يسأله بقى. ما انسي قصة مش محبوكة. لا وهاي قصته اللي حكاها اللي فوته وكوس شغلات غريبة. أنا أخوان شنو ما عندي متت وأنا بوكل. قصتي صافي. الله يقرب لي إياها. قصتي صافي قصتي. طيب أنا بقول حرة. استنوا خليني بس ألخصهم. عمر حكى الكوسة والسمنة. لا عمر لا مستحيل. عمر مستحيل. أوكي أنا بكيف هيك. عمر نو واي. راح تندم. أوكي نو واي عمر. ماشي. ولا أمجد يعني خليك يطمعك هذا دائما ويسبل هيك في عيونه. يا نادية هذا ختيار. لأنه زلمة كبير. هذا ختيار ناسي. إيه مش فقط الذاك. صوت الحكمة. يعني ماذا شو معرف؟ زهايمر هذا معه. زهايمر. شو معرفه؟ بلاش أنت عارف مين هاي؟ لأنه زلمة كبير. بتجامله. عارفني. بتجامله بس بتجامله الزلمة كبير. عادي لا. وحكي صافي. طب اسمعوا أنا بدي ألعب معكم لعبة. رح أسأل كل واحد فيكم إذا هو كذاب أو مش كذاب. أوكي. وإذا ابتسم مش بس ضحك بيكون كذاب لأنه اللي ما بيكذب بيكون واثق من نفسه. ماما إحنا كوميديانات. أوكي. إيش اللي ابتسم؟ لا ما بتعرف. لا سأليني أنا يلا. جاهز. هاي شوفوا عمر زوربا قصتك صحيحة ولا كذبة؟ صحيحة 100%. صحيحة 100%. شو؟ وسام طبيلة. وسام نسي القصة اللي حكاها. حج المماليك كوسا. يلا اختبري اختبارك. امشي مع اختبارك. وسام طبيلة قصتك حقيقية؟ قصتي حقيقية. حبيبي وسام شوف شو كيوت. والله الختيار مش اكثر منه. اخبار بالعمر. امجد بسرعة قصتك حقيقية؟ طبعا نسأل الملك فاروق. امجد يلا انا بقول اللي معه القصة صحيحة هو وسام. جد انا والله ما بعرف. برافو 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 براف
الموز غشيم عنه والله العظيم. لا المماليك ايامها ما كانش فيها خلاص الخضروات. خلينا نشوف النتائج بالاول يلا. خوف الله صفر. ما اشطرني ما شاء الله ما شاء الله. انا اثنين عمر إيه؟ واحد وسام صفر. ليه صفر بالضبط عندهم حطوا سكر جد واحد صحه دق له فاصل بنرجع. قبل ما نطلع فاصل بدنا نشكر لينك من بنك القاهرة عمان، البنك الأول للشباب في الأردن. وصلنا هلأ مشاهدينا الكرام للفقرة الثالثة بحلقتنا اليوم واسمها الباقي عندك. في فقرة الباقي عندك رح أحكي قصة مشهورة ولكن رح أوقف عند نقطة معينة ويكملوا ضيوفنا القصة من رأسهم بدون أي تردد أو تفكير ولمدة 60 ثانية وبعدها أنا بقرر مين الأشطر. ضمن هذه الفقرة أنا رح أحكي قصة واليوم قصتنا عن طرزان. حلو. بحكي السلافة بوقف عند نقطة معينة وحضراتكم بدكم تكملوا لمدة دقيقة كل واحد فيكم 60 ثانية بدون أي نفس يعني بدون أي. بقول لك طرزان كان ولد صغير. بيلاقوه قبيلة قرود على شط الجزيرة بين حطام سفينة بيربوه وبيديروا بالهم عليه لحد ما يكبر طرزان ويصير شوي 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 يصير شوي كان قلي شب قوي كان قلي شب قوي شب قوي شب قوي وبينطنط من شجرة لشجرة مع إخوانه القرود. ويوم بتيجي واحدة اسمها جين على الجزيرة. عرفتها جين صحيح عرفتها جزء من بعثة علمية. عرفتها وبيكتشفوا انه طرزان بحبها لجين بتصير بشوفها تعلق فيها بتقرر جين تاخد معها طرزان على بريطانيا عشان تورجيه العالم يعني بتطلعه من عند القرود بتعطي الجنسية على بريطانيا وهلا الفيزا ولا بدي اقول لك مستحيل ايامك ما كان في حدود عليك بسم بالله يركبوا بالباص من الرمسة على نص لندن بالباص حدا كان يسألك وين رايح قال من الرمسة على نص لندن. طيب أول ما يوصل طرزان على لندن راسه وقلب سيف بده يتصور مع محمد صلاح مش قادر. جيم بتقول يا ابن الحلال نتعشى أنا حاجز فندق ابن الحلال كمان أنت حبينا بعض إيه وهسه وقت سرق أنا مبلي ليفربول والدوري الإنجليزي هو معروف وقف على باب الملعب على أنفيل في كان مباراة بالصدفة ليفربول داخل صح خلاص شافوا هيك لابس بس قال لك مين هذا الشخص الغريب ويوم نزل الصوره على الانستغرام محمد صلاح جاب تقريبا 3000 لايك ضايق جين. طب انا اللي جبته ونظفته كان بين قرود جبته انا على مدينه الضباب بعد ما اخذته طبعا يعني اقل شيء تلبس ما هي برد يعني مش غابه ثانيه ما اخذته هي ظبطت غاده ومترو وتحت الارض وهيك الزلمه تعلق بليفربول وحب ليفربول كرياضه اكثر من جين. وهذا عشان بنقول لك المثل يا بنت ما تكبري صغير لانه لما يكبر بيصير اصغر منه يعني انه ما تعمل واحد اكبر من حجمه لانه هذا اللي بالغابه لازم يضل بالغابه ومش لازم ينظف وهيو بعد الدوري برافو مستفاد برافو زربه مش بس بكمل انا بعطي فكره طبعا طبعا طبعا, طبعاً. الدروس في دروس انا بعطي عبره طبعا مضبوط عمي 100% تفضل عمي عمي اول ما يوصل طرزان انا ولا انا عمي اكيد انا عمي وسام اول ناديه بتنادي عليك طرزان بس يوصل شو بصير ايش بصير بعرفها انت بتعرف طرزان نفسه انت كنت على علاقه مع جين قبل طرزان عارف القصه كامله انا تركتني عشان طرزان مبسوط طرزان دول ناس طيبين قوي اول ما يوصل طرزان على لندن بيختفي طرزان بيختفي طرزان وجين وين طرزان جين تدور عليه وين طرزان يدوروا عليه ما في اوكي وشيكوا الكاميرات لانه حاطينه باوتيل طبعا وكان بده يعطوه خصوصيته فدخلوا الاوتيل شيكوا الكاميرات فيش اشي شيكوا كل اشي وين طرزان مهم كان في واحدة من هذا سجلت صوت قدرت تسجل صوت ايش كانت سجلت صوت معلش بنسى لا
سجلت صوت عمي طرزان طرزان نزل في هيثرو مطار هيثرو بلندن شو صار فهو حرام مستعمل واحدة من البرادي متعود كيف كان برادي المطار وحكى مين فك سمعوا اخر شيء مين فك الحبل فانجلطت جين يعني فانجلطت جين لا قصة ولا عبرة ولا درس جد ختيار وقاعد بعدها حكي ختاير تتسأل ليش صفر لا بنصدم حتى لي صفر باين قصة حكمة طيب أنا بالقصة سلامتك مش قادر حلوة أمجد أول ما يوصل طرزان على لندن بيكتشف إنه أصلاً مش بلندن وإنه جين ضحكت عليه واحد الله وين أنا مش وين أعترفي مش أعترفي طبعاً وإيش اللي ماسك فيها هيك هجموا عليه الناس واحد الله مش واحد الله بقول لهم يا أخوان أنا مغبتني على لندن وأصلاً فيزتي وكان مقدم على الفيزا مع شعيون هاي الجواز شنجل 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 ومنجل عرف شوفها شنجل هاي أبداً ما ردش أخذوه ورجع قال لك بدنا نرجعه على الغابة وهو بالطريق ركبوه بسفينة وهو بالطريق نط من هاي يسبح 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 وين وصل وين ما وصل ما وصل واحد في المحيط يصل ايش حتى لو طرزان انت كون او سمت تكبر بس هو قرد كمان صح لا ايش سواحل افريقيا اوكي وصل سواحل افريقيا بتعرف غابات يا اخوان حدا شايف القرد اللي كنت متربي عنده حدا كذا شو اسمه قال له اسمه عصام قال طب اسمع شوف الغاب اللي جنبنا هون وارجع لنا ترى يعني انت انت تمر بكره وصلنا كل العاصمه كل عدد بس الوان واحجام هيك نزل اول ما شاف عصام اذا مش تركني اروح على لندن قال لازم انت رحت عشان البنت قصه رخاصه برخاصه يعني العادي يعني انت رخيص وطب يلا يلا نقي شوف يلا نقي يلا هاي نهايه وصفهم هيك صراحه صراحه خلص بكفي 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 قاعدة تبعدي بكفي خلص أنا بقول وبكل ضمير حي إنه اللي فاز بهاي القصة هو عمر زرق صراحة لا صراحة أنا محمد صلاح يا عمي والدوري الإنجليزي أنا خايف تعطي النقطة لوسام لا لا مراوح مش عشان ما تكمل بتجملي فيه مراوح مش معقولة مراوح بجيب أبوي لا وسام إذا تعبت روح شو تمدد المشكلة أنت عارف شو يعني وسام على المستوى اللي عم بيأديه لو قدم لحاله بجيب الثاني إيش الأداء صحيح إيش الأداء إيش الأداء ما أخذ فيتاميناتك أنت بس إيش القصة اللي حكيت استني شوي نادي أنت فقرات لا ما يبتضحك يعني مين فك الحلقة وين طرزان وين طرزان مات يعني مالك برادي لا لا بلا برادي أنت الثاني بعدين اي مطار اللي مركبين فيه برادي شو هذا الاوتيل الاوتيل ايه الاوتيل ما فهمتوا انتوا اسمعوا الاسام بس بدي اشوف النتائج بس قصتك احلى لا يعني هي وسام صفر منيح منيح صفر منيح طيب انا 2 عمر 2 وسام صفر وامجد 1 اوكي معناته انا الفايز طبعا طبعا وسام حاطين لك صوره ما كنت شاب شفت وصلنا هسه للفقرة الرابعة بعنوان أقوال مغلوطة. مغلوطة نعم. في فقرة أقوال مغلوطة عنا أقوال مأثورة مشهورة بس مش كلهم صح وضيوفنا لازم يميزوا الصح من الغلط واللي ما بحذر صح أنا باخذ نقاطه. شوفوا يا جماعة الخير أقوال مغلوطة هي عبارة عن أقوال مأثورة حكاها شخص. هذا الشخص يا بيكون هو اللي حكاها يا بيكون واحد تاني هو اللي حكاها كل واحد فيكم له بوستر بدك تقول لي هو ولا مش هو من هو ولا مش هو يلا ناخذ اول بوستر لعمر هدير البوستر فوتي علي كثرة حسادك شهادة لك على نجاحك لا روبي جاني في هداوة يعني بهداوة هداوة يلا يلا باي باي حبيبي باي وليه بيداري كده وعدم الواقع ليه بيداري كده ولا هو داري انت طرعنا عليه قبل قبل عارف ليه بحبك ليه وحبك ليه بيحلالي لا هاي الجيل الجديد انا ما بتعرفش انت يعني مش روبي لا لا مش طيب روبي هات مش روبي لا روبي مستحيل تحكي هيك جملة طيب هات نشوف عدم المعارض بتغارة بتغارة لسه شو بقول لكو صح شغل الرياض هو فيتا بعده شو فيتا يلا يلا وسام كلنا كالقمر له جانب مظلم هيفا 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 كلها منورة والله صح يا جانب مظلم له جانب هيفا هيفا أكثر من هيك كلنا كالقمر له جانب مظلم لا مش هيفا مش هيفا مش هيفا هيفا شو قالت
قالت اخص ما لا هذيك نانسي عاشر معلش على الجيل الجديد لازم يقوم يعني بخربط بين البنات الجداد يعني ماينس 2 حطوا له بنات الجداد ما بعرفهم ايش خصمك بنات الجداد ما بعرفهم طب مين بغنت انا بعشقك وردة ميادة وردة ميادة ميادة انا لسه قبل لا هيفا يوم تغيب يوم تغيب يوم تعود يوم تعود يوم ورود ليلك ليل ليل نهار قلبك تل قلبي نار يعني مش هي لا لا مش هي اكيد طيب هي ارجعوا له هتلر هتلر اوف مره واحده عاد هتلر ما شفنا منه غير الجانب المظلم تحديدا سبحان الله سبحان الله يلا اف اخذت نقطه لا لا بلا لا يا زلمه بلا ما بيحسبوها هاي لا كيف ما بيحسبوها شو هي ما الذي اسمع وصدمتاه يا ابتاه وصدمتاه ماذا جرى يا هل ترى ومقلتي هنا ارى كل الانوف تدلدلت وكانها صبحت ورى وعجبي سناء أتو؟ يونس اتو سك على بناتك اتو فوزية رأفت فوزية رأفت الله عليك سك على بناتك برافو وسام فظيع برافو وسام برافو 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 وسام بس انا جبت نقطه صح جبت نقطه انت جبت لنا النقطه كلنا احنا ثلاث لا برافو ثلاث نقط لنا وصفر لا بطلت صفر هات نشوف النتائج صحيح طبعا بطلت صفر والله بطلت صفر وسام اي واحد برافو ناديه 2 عمر 3 وسام 1 امجد 2 بس هلا ممكن اتس نيفر تو ليت انه هلا ترجع تاخذ نقاط ركز كثير منيح بالفقره اللي جاي اسمها ناديه الكذابة بدنا نساعدك كلنا بدنا نساعدك يلا حبيبي ثانك يو يا حبيبي رفع معنويات جد شكرا كبير هذا في فقرة نادية الكذابة رح أحكي معلومات عن ضيوفنا وهم بدورهم لازم يثبتوا إني كذابة هلأ نادية الكذابة هي أنا رح أعطي ثلاث معلومات عن حدا قاعد فينا حاصل معلومات شخصية كذا هلأ إذا أنت شايف إنه هاي المعلومة صحيحة بتضلك ساكت بتضلك ساكت اذا شايف انه انا عم بكذب اول ما اخلص الجمله قول لي كذاب 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 اوكي دان دي نفس الاتفاق اللي اتفقنا عليه طبعا اوكي هات اشوف اول ناديه الزعبي هي اللي شهرت عمر زوربا وبدونها عمر ما بقلي بيضه كذابه كذابة يا حي يا مكيودة وكي مكيودة يا حي يا حي مش بس كذابة كذابتين كذابتين طب لا تشد كثير حالك اللي بعده يما قشعر بدني ذاب أمجد حجازين كركي بس أمه كورية مشان هيك في مقطة بعيونه كذابة 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 كورية هي للجنسية كان اسمه أبو مصارع سومو عليه مصارع سومو وأصلاً هو مصارع سومو كان اسمه عفيف الهنالي عفيف هنديلي يلا الثالثة ثالث معلومة وسام طبيلة متدين من عمر زوربا 100 ليرة ولهسه ما سدوا ياهم الغبين شو عرف؟ كذابة 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 إلي نصهم أو بقول لي أصحاب احلف ما خدمية من وين جابوها؟ أنا والله أنا مع نفسي وال إيش معقول؟ طلعت مستحيل لا أكيد كذب لا طيب يعني كذابة أنت الوحيد أنا رجل الواتس أعطيها أمجد يلا هات نشوف النتائج ايش اعطيه لامجد استني زروقته لامجد ايش له نسبه انت فايز انت سته ولك انت سته اوكي ده اربعه امجد خمسه ناديه اثنين يعني هم اللي فازوني بهذه الحلقه على الرغم من انه دمي بكثير اخف من دمك كذابه هي هاي تسعين بنحب نشكر الراعي الرئيسي لبرنامج حبل الكذب لينك البنك الأول للشباب من بنك القاهرة عمان البطاقة الجامعية الذكية من لينك بنك الشباب التابع لبنك القاهرة عمان تمنح الطلاب مزايا وخصومات مميزة لتعرفوا أكثر زوروا موقع link.jo أو اتصلوا على الرقم 06-577-00 وكمان بنحب نشكر رعاة البرنامج المراعي جودة تستحق الثقة كافينو عقلك ماخدينو منظفات الجزيرة سان توب للكل في بيت الكل
حلويات النجمة، الاسم نجمة والحلو خمس نجوم. اي كي كلينيك، عيادة الدكتورة أفنان عطية. توديز شوكليت. شركة ان سي ام، وكيلكم المعتمد في التداول، وهي اصلا كان اسمها شركة نور المال. انفينكس موبايل. We'll be right back.